أسعد الله مساءكم إخواني بكل خير. يعني خرجت اليوم للميدان لأجرب هذا السيخ. هو عبارة عن سيخ الحديد مع النحاس على شكل بليارد. لاحظوا، وضعت به نقطة مهمة. عندما أزيل هذه القطعة يصبح سأعدلها، يصبح يعني حركات مغايرة 100 درجة. بسم الله. هذا الفيديو أحببت أن أتدارس مع بعض الإخوة المهتمين، يعني المهتمين في موضوع يعني الأجهزة الاستشعارية وتطويرها. يعني قادني إلى هدف بطريقة زيكزاك، يعني طريقة غريبة نوعا ما، لكنه قادني إلى الهدف. لاحظوا كيف يتوجه. ثم يشير. كأنه يعبر عبر درج بالطريقة المعتادة للأسياخ. كأنه يعني يعطينا معطيات درج، لكنه على شكل زيكزاك، يعني يأخذنا على شكل زيكزاك، يعني دون أن الطريقة الزيكزاك المعتادة، يعني دون أن نلف صدرنا إلى ذلك الوجه، لكن يأخذنا خطوة أو خطوتين ثم يغير اتجاهه على شكل زيكزاك. لم يعطيني لا أرقام ولا شيء، فقط يشير إلى هذه النقطة كما أعطاني قبل قليل. يبدأ يضرب لي الأكتاف. فلنعد 3، ثم توجه. يعني لم يعطيني أرقام في الأول، أعطاني عند نقطة الصفر. فلنحاول أن نتعرف ما هي هذه الأرقام. سوف أتوجه مع هذا التوجيه. تأكيس تام، يعني لاصق على الكتف. أنزل السيخ. بالطبع هذا مكان أثري إخواني، لأن هناك الكثير من الأهداف يعني مفتوحة، فلا داعي لتصوير أكثر بالنسبة لهذه النقطة، لأن يعني أعتقد أن يعني هناك تخريب باستمرار. لاحظوا كيف أرجعني إلى نفس النقطة. أقف في النقطة. يبدأ يضرب الأكتاف. قمت بالعديد من التجارب المنزلية، لكن قليلا ما قمت بالتجارب الميدانية، وهذه واحدة منهم. لذلك أحببت أن أشارك هذه التجربة لكي يعني نتدارس الموضوع. يعني تأكيس، يعني نفس الحركات ثابتة. لاحظوا إخواني، لن أنزل السيخ، يعني سأتبع هذا الاتجاه أيضا لنرى تلك الحركات صريحة أم عشوائية. تحس يعني دقرة، تحس بشيء يجذبه. نفس المعطيات.
هذه المرة يعني ناحية التأكيس، يعني في المحاولة الثانية التأكيس ثم اعتدل، اقترب أكثر. تأكيس اعتدال، طبيعة الحال اعتدال يعني سأتبعه على قول الله أكبر الله أكبر، يعني يعطيني دائما تأكيس للرجوع. أرجع ناحية التأكيس، أقترب أكثر، يلمس الأكتاف ثم أعطاني هذا التوجيه. الرجوع كما يقول الأستاذ صلاح خرفان حياه الله، يعني كنا بالفعل كنا يعني شهادة حق، يعني الرجوع للخلف، يعني للخلف تأكيس، سواء كان تأكيس أو انفراج، الرجوع للخلف يعني صراحة هذه شهادة حق، يعني كنا نثبت بهذه الحركة إخواني. أعطاني توجيه ثاني هذه المرة، يعني أكملت. السيخ لن يقف يعني صامت عند إكمال، سوف يبحث عن شيء آخر. سأنزل بالوادي، فقط أتبع سيخي. يعني من أسرار النجاح في الأصياخ يعني البحث عشوائي، قم برفع سيخك أينما ذهب بكل بساطة، اتبع ثم إن كان مثلا له حركات يعني غير معتادة كالتي نألفها كصيخ الحديد والنحاس، يعني سترجع للفيديو أو النقاش مع بعض الإخوة والخبراء، سوف يعني تكون هناك قواعد من طبيعة الحال. يعني أي جهاز استشاري يعمل، فقط يجب أن نفهم حركاته، الحركات تختلف لكن يعني أكيد يقودنا إلى هدف معدن كان أو فراغ. صراحة كنت أتكلم لم يعني أنتبه إلى الحركة التي قام بها، لكن سأكمل، فقط سأتبعه. هذه الحركة طبعا، هذه الحركة أيضا كنت أثبت بها الهدف، يعني تأكيس نصف تأكيس بدرجة معينة. في هذه النقطة بدأ يضرب لي الأكتاف، يعني بالتجارب المنزلية بالنسبة للمعادن أعلم أنه يقوم في المنزل على نقاط الصفر التي على سطح الأرض، يعني طبعا في المنزل يعني يقوم بهذه الحركة، يعني ضرب الأكتاف. نحن لا زلنا الآن يعني بصدد يعني التباحث والتدارس في هذا الموضوع لهذا الصيخ. سأتبعه، أكيد هناك شيء. على طول هذا القص، فراغ يعني ليس بمعدن، فراغ يعني فراغ صغير ربما كهذه الأصياخ تقرأها فراغات. سأعيد المحاولة، يعني لن أطيل، المحاولة الأخيرة.
طبعا ولفت الجهاز مسبقا في الأول، يعني لأنني كنت أجرب قبل التصوير. يأخذ نقاط ويلتصق، أتتبعه فقط. كما قلت إخواني، يعني المكان أثري، لذلك أجري في التجارب كثيرا. هناك عدة أهداف مفتوحة كمغار وك يعني أرجعني لنفس النقطة الأولى التي قادني لها. عند الوقوف بهذه النقطة بالضبط، يبدأ يضرب للأكتاف ثم يعطيني توجيه. لاحظوا هذه المرة، لكن يعني في نفس النقطة، يعيدني لنفس النقطة. لاحظوا إخواني هنا، يعني عندما وجهت السيخ إلى النقطة التي ثبتتها، سأعيد المحاولة. بسم الله، انفراج، لم يلمس الكتف في التأكيس، ثم أخذ. ما معناه؟ يعني لاحظوا هذه الحركة، عند في الأول عندما أرفع السيخ يشير من ناحية الانفراج، ثم اقترب إلى التأكيس ثم اعتدل. يعني هنا يعطينا معطيات نوع المعدن. لاحظوا أيضا هنا، يعني أرى أن إشارات، يعني وليس بالصناعية، يعني الحمد لله، يعني الكل الآن يفرق ما هي الإشارة الصناعية وما هي الإشارة الطبيعية. يعني الصناعية ترى بها لمسة بشر أولا، وهذا الاحمرار للطينة المضافة، هناك طينة مضافة يعني بالصخر، يعني من النظرة الأولى تعرف أنها يعني صناعية. سأقف على هذه المكان طويلا، يعني كما قلت، يعني لازلت، لذلك يعني أحببت أن أشارك هذا الفيديو، لازلت أدرس هذا الموضوع لهذا السيخ. ملحوظة هذه القطعة إخواني، هي كربون، الكربون الذي يوجد بداخل البطاريات. وأيضا أكيد هناك من، أنا أتكلم عن محبين عشاق عالم الاستشعار، يعرف الجواندق هي ليس من الإخوة العرب، من اليابان وأيضا تلك الدولة، سبحان الله، الفلبينيين. الجواندق لم يعني أعمل بها، ولكن لم أتكلم عنها مسبقا. يعني المواد التي تصنع منها كلها، يعني تلك المواد متوفرة في هذا السيخ. يعني كيف تتوجه إلى الهدف؟ يعني هذا الفيديو إخواني للتدارس، ومن يعني يعمل بهذه الطريقة للجواندق، يعني فليترك تعليق، أو لنكمل موضوع المجموعة الذي يعني كنت فتحتها. هناك إخوة يعني ما شاء الله، لكن كنت يعني مرضت مرضا شديدا، لذلك يعني غبت هذه الأيام. وأيضا يعني إن شاء الله هناك الجديد إخواني بهذا الموضوع، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إن شاء الله. فقط هنا يعني نتدارس موضوعات، نتدارس يعني إخواني، كل الأسياخ تعمل تعمل، ولكن فقط يجب أن نفهم حركاتها. لدينا الأساس، الحمد لله لدينا الأساس، أخذنا الكثير من قناة المجد للأسياخ النحاسية. كل الحب والتحية للأستاذ صلاح خرفان، وأيضا كل الحب والتحية للأستاذ أيمن عبد الله الكتابي، طبعا الأساتذة من الأردن،
والكثير والكثير من الأساتذة يعني الكب الكل يعني لهم كل الحب والاحترام وكل الحب والتحية للأستاذ أبو بلال يعني وجميع جميع جميع الأساتذة وجميع الخبراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنكمل إن شاء الله الموضوع. فقط إخواني من هو يعني مهتم فلنتابع موضوعات، فهناك الكثير يعني، وأيضا موضوع عدم التفرغ بالشغل، لذلك يعني والمرض أيضا قليلا يعني أصبحت تجاربنا قليلة، ونحتاج كانت لنا يعني مجموعات وإخوة كنا نتعاون بهذه الموضوعات، لكن الآن يعني لم يعد يعني فلنحاول أن نعمل مع بعض إخوان كحب لهذه الهواية، فقط حبا بهذه الهواية إخواني، هواية الاستشعار يعني. وزائد دائما أقولها يعني لا أنقب على المدافن وعلى الحفر الكثير يعني والتخريب الآثار نهائيا، ولا أحد أي إخوة، فقط نحن نحب هذه الهواية الاستشعار، ومن هو تكوشف المعادن وتحليل الإشارة، فقط إخواني حبا بهذه الهواية كهواية، ونريد أن تكون سمعتها يعني متداولة بين الناس، سمعة جيدة. فقط كما ترون هناك يعني أينما ذهبنا نرصد يعني لهم عقليات يعني يظنون أننا يعني أي شيء يقولون عن أي باحث أو أي هاوي لهذه الهواية كواشف المعادن أو عالم الاستشعار أو تحليل الإشارة، يعني لا نحفر بتاتا على أو التخريب أو التكسير نهائيا. دائما عندما أجد أي صخرة أو إشارة يعني متكسرة، والله العلي العظيم يعني لا أحس بإحساس يعني غريب يعني. فلهذا إخواني أنا أعيد تكرار هذا الموضوع، أنا لا أنقب يعني على المغر وعلى، فقط أبحث عن أهداف سطحية يعني. دائما لا أي عمل لا نصور، لا نحن لا نصور دائما يعني، إن كان هناك موضوع يعني عمل قمنا بتجارب يعني، وأيضا أردنا أن نشاركها مع الإخوة لتدارس الموضوع للإفادة والاستفادة يعني، لذلك نحن ننشر موضوعات هكذا. أما بالنسبة للتنقيب أو تخريب الآثار أو الحفر على المقابر يعني، فأنا يعني أنهي الإخوة جميعا يعني، ولا أشجع على هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأنه أيضا عذر إخوة، لأن هناك أشياء كثيرة جدا يعني بهذا الموضوع وصلنا لها بالتجارب وبالبحث، فنجد عواقب يعني غير مشجعة للتكلم في الموضوعات ونشر الموضوعات أيضا إخواني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.